ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا كل فترة كده بحب ادخل اشوف ايه ترند على السوشيال ميديا، بالذات التويتر. فبالصدفة كده لقيت حاجة غريبة، لقيت فيه ترند اسمه محاسب احمد مراد. احنا بقى كمصريين بتخش انت مش فاهم ايه محاسب احمد مراد او ايه الترند ده، فهقرا لكم معظم او شوية من الكومنتات المضحكة جدا، وبيدل على اننا شعب جميل 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 جدا بطبعه. يعني واحد بيقول لك عملت الترند اهو عشان يظهر عند الكل، يكش حد يعمل لي فول بقى. كنت احسه بالعناية المركزة. بص بقى، لما تيجي تركب ترند، كان في واحد عاجبني اوي جدا كده بيقول لك ايه، لما تكون مش فاهم سبب الترند ده حقيقي والله. في برضه هنا بيقول لك بزعل اوي على الشباب اللي بينتحروا واعتقدوا ان اسباب الانتحار هي الرفاهية الزيادة عن اللزوم. مين احمد مراد ده الشربيني؟ واضح ان في اجتماع ان محدش فاهم الترند ده. فدي حاجة كويسة جدا فينا كمصريين، يعني ممكن نطلع من اي حاجة بحاجة بسيطة جدا جدا جدا. انا مش فاهم يعني ايه الهاشتاج ده، انا عاطف معاكو في الترند، انا معرفش مين مراد ده. حاجات كده غريبة بتحصل. يعني بصراحة احنا توب جدا في حوار اننا الترندات دي بنتفنن نشوف هنطلع ازاي بالترند. فكان في حاجة انا عمال ادور عليها انا مش لاقيها بصراحة، كنت حابب ان انا اوريها لكم. حاجة زي كده، ازاي ان انت تكسب الترند او ازاي انت تستغل الترند. واحد اهو لو عايز تبقى مشهور زي محاسب احمد مراد، او حابب يكون منتجك مشهور زيه او شركتك او محلك، كلمنا واستفيد من الخصومات. تقريبا هو بيعمل زي جرافيك ديزاين او حاجة زي كده، فدي حاجة كويسة اهتموا بيها. شكرا ليكم.